ليس في نيتي البابا إلغاء أو تأجيل الزيارة إلى العراق، بل على العكس، فإن الحبر الأعظم هازم على إنجاز هذه الزيارة المرتقبة والتي ستكون برعاية خاصة من الكنائس الكلدانية في البلاد. هذا أبرز ما جاء على لسان راعي الكنائس الكلدانية في العراق والعالم، استعداداً لاستقبال حدث غير تقليدي على جميع الأصعدة ويصنف الأول من نوعه تاريخياً وإنسانياً. أؤكد أن البابا عازم مصمم ومتحمس على هذه الزيارة، وخلي كل اللي عندهم شك بأنه هاي الزيارة ما تتم خلي يصححون معلوماتهم، بأنه مدير المركز الصحفي الفاتيكاني مبارح صرح أنه البابا كثير متحمس ومصمم على زيارة العراق. المنسق العام لزيارة قداسة البابا إلى العراق المطران باسيليوس يلدو، وفي لقاء خاص به العراقية الإخبارية، أوضح أن الزيارة هذه تتضمن وقتاً أطول من المعتاد لأول مرة يكون فيها حبر أعظم في العالم بتحرك لنحو 5 مدن، لكل منها دلالتها الدينية والحضارية والإنسانية. دعم وتشجيع للمسيحيين والعراقيين بشكل عام، خصوصا بعد الأحداث المؤلمة التي مر بها العراق واحتلال بعض المناطق من قبل عناصر داعش، وأيضا الظروف الأمنية ومع انتشار وباء كورونا. مجيء البابا هو دعم كلش كبير لكل العراقيين وبشكل خاص المسيحيين. وأما لكنيسة مار يوسف الكلدانية، فإن انطلاق مؤتمرها الإعلامي هذا هو أبرز مقدمات استضافة بابا الفاتيكان في العاصمة بغداد. البطريركية الكلدانية سبق وأن أزفت البشرى لكل أبنائها المسيحيين في العراق وفي المهجر. بركة وجود الأب الأقدس بيناتنا هي بركة كبيرة. زيارة أقل ما يوصف عنها بالاستثنائية، أما أكثر ما يوصف عنها فإنه ترقب جمهوري رسمي وشعبي كبير، وحتى قبل أيام من وصول قداسة البابا إلى داخل البلاد. من داخل كنيسة مار يوسف ببغداد، صبرين كاظم، العراقية الإخبارية.